بينما الإسلام كان قد ظهر به علم التشريح، وكان يبين إن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، ويبين أن هذه الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر، وأن كل ذي عاهة جبار، وأن الله جل وعلا كما في الصحيح: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، إذا ابتليت عبدي بعينيه سماهن حبيبتي فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. ما إله جزاء عندي إلا الجنة. لذلك أيضا لما نزل قوله جل وعلا: ليس على المريض حرج، إلى أن قال: ولا على الأعرج حرج. ما قدم الأعرج، قال على المريض، لأنه يبدأ دائما يرسل القرآن رسالة أن أبناء المجتمع الإسلامي سواء. المريض ممكن يكون إنسان عادي، ولا على الأعرج حرج. عبد الله بن الجموح كان صحابيا أعرج، والقرآن رخص له أن لا يقاتل في سبيل الله، لكنه أصر على أن يقاتل في سبيل الله. ولما سألوه كان يقول: والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة، والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. كان يعلم أن هذا القصور لا يمكن أن يحول بينه وبين دخول الجنة. كان يعلم أن قصورا في البناء التكوين الجسدي لم يمنع معاذ بن جبل أن يكون أعلم الأمة بالحلال والحرام. كان يعلم أن العمى لم يكن مانعا من أن يكون أعلم الأمة بالقرآن عبد الله بن عباس، وقد عمي في آخر أيامه وظل إماما للمسلمين وقبلة للمتقين، بل مدار التفسير وعلوم التفسير كلها على ابن عباس رضي الله عنهما. في زمن التابعين يأتي الإمام المهدي الخليفة من العراق، من بغداد للحج، كان أعلم الناس في المناسك عطاء بن أبي رباح من تلاميذ ابن عباس. عطاء بن أبي رباح ما كان عربي، كان مولى، وكان أسمر البشرة. المهدي جاب ولاده ودخل على عطاء بن أبي رباح ليتعلم ويتفقه على عطاء بن أبي رباح، فجعل عطاء بن أبي رباح يكلمهم بأنفة العالم، بعلو العالم، بشموخ العالم، لا يعاملهم ولا ينظر إليهم نظرة خاصة لأنهم أبناء خلفاء. عطاء بن أبي رباح هذا كان في التوصيف له: أفطس الأنف، أعمى العينين، أشل اليمين، أسمر البشرة. لما أنهى درسه لأبناء الخليفة قام المهدي وفي طريق وهو ذاهب قال: يا بني ارحموا ذل وقوفكم بين يدي هذا العبد وتعلموا العلم، فإن العلم يرفع الإنسان. الإسلام ما فرق أبدا ولا في أي باب من الأبواب. أقول لك أكثر من هيك، بيننا أئمة وخطباء، وتحيتي لهم جميعا ودعاء وعظ، يعرفون أنه في الفقه الإسلامي ذهب جمهور الفقهاء، يعني أغلب العلماء هم الحنفية
والشافعية والحنابلة إلى اشتراط ما يسمى بالكفاءة في الزواج. الكفاءة في الزواج يعني إذا زوج الولي موليته فيشترط فيه أن يزوجها من الكفو، وإذا زوجت المرأة نفسها فيشترط أن تزوج نفسها من الكفو، يعني من حق أهلها عليها أن لا تزوج نفسها من غير الكفو، ومن حقها عليهم أن لا يزوجوها من غير الكفو. طيب من هو الكفو؟ أنت من كفو هيك صح؟ سرقت المعنى من عندهم هناك باللغة تبعتهم هيك الكفو. طيب إيش مواصفات الكفو؟ مواصفات الكفو صحيح؟ أولا الدين، أن يوازيها في الدين. اثنين الأخلاق. ثلاث النسب. أربعة اليسار المال. خمسة الحرفة. أنا أتفق وأختلف أنا مع المالكية أن ذلك كله لا يشترط، لكن المهم أن أحدا من الفقهاء لم يشترط سلامة الأعضاء. يعني كل مذهب الفقهي لو أن امرأة زوجت نفسها من ذوي القدرات الخاصة ليس لأهلها أن يطلقوها، لكن لو زوجت نفسها مثلا من متعاطي المخدرات فلأهلها حق فسخ العقد قبل الدخول. الإسلام تعامل مع هذا القطاع على أنه جزء من هذا المجتمع الإسلامي الكامل المتكامل. الإسلام الذي جعل من بشار بن برد الشاعر العربي الكبير، وقد بقيت قصائده وافقنا أو اختلفنا معه وهو أعمى، فلذلك رسالتي للمجتمع أولا إن الله جل وعلا خلق كل إنسان فينا بإعاقة، كل واحد موجود في القاعة أولكم أنا ولدنا بإعاقة، ما أحد منا إلا وبه نقص وقصور، ولم يخلق الحق جل وعلا مخلوقا كاملا أبدا كائنا من كان المخلوق. حيجيب بالك والنبي محمد، أقول لك وسيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حيجيب بالك وجبريل، أقول لك وجبريل عليه الصلاة والسلام. أعطيك أدلة بتوفيق إنه ما من إنسان إلا خلق بذوي احتياجات خاصة. من منكم الآن إذا ابنك بالبيت وقع تقدر تشوفه من هون وتساعده من هون وتعينه من هون؟ في أحد منا؟ ولا واحد. ذوي القدرات الخاصة ابنه ممكن يكون عنده بعيد عنه 10 أمتار وما يستطيع يساعده، أنا وياك بعيد عنه 20 متر وما نستطيع أن نساعده، نفس الشيء لكن النسبة اختلفت. من منا يستطيع أن ينفذ في السماوات والأرض؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من منا ليس فيه ضعف؟ اللي ما ضعف يرفع إيده. ربنا جل وعلا يقول وخلق الإنسان ضعيفا، كل موجود فينا هنا بل كل موجود في الدنيا ضعيف. الإخوة في الطريق
أخوي أبو شحاد والباقيين بيقولوا لي في الطريق جوعنا من الصبح وأنت ماسكنا جوعنا ولسه المشوار طويل كمان ماشي. من منا لا يشعر بالضعف؟ كلنا يشعر بالضعف. من منا لا يستطيع النوم ثلاثة أو أربع أيام أو خمس أيام؟ مين؟ بس مين؟ الحي القيوم. من منا لا يستعجل الأشياء؟ عجول، خلق الإنسان من عجل صحيح؟ ولو يعجل الله الشر للناس استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. من منا؟ نحن بني البشر ليس ظلوما تظلم نفسك والناس من حولك. إنه كان ظلوما جهولا. من منا لما يكبر وانتد في العمر وصير عمرك إن شاء الله ربنا مد بعمرك، لما بتعمل يوم الميلاد بيقول لك عقبال 120 سنة، عارف شو معنى عقبال 120 سنة؟ أسأل الله أن يحفظني وإياكم في دنيانا وأخرانا. معنى عقبال ما إنك لما تيجي تفوت الحمام ما تقدر تفوت لحالك، معنى عقبال ما إنك لما تيجي تصلي ما تستطيع تصلي واقف، معنى عقبال ما إنك تحاول تستحضر قصيدة طرف ابن العبد لخولة أطلال ببرقة فهمدي، ولا غزل عنترة في عبلة، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فما تستطع إلى ذلك سبيلا. كلنا أصحاب احتياجات خاصة، ولا واحد فينا كامل، كلنا سين ناقص، لكن منا سين ناقص صاد، ومنا سين ناقص زاي، ومنا سين ناقص واو. العبرة أن أحدا منا ليس سينا كاملا، فلا نرى لأنفسنا خيرا على غيرنا. ورسالتي لذوي القدرات الخاصة، أنتم أصحاب فضل علينا، أنتم أصحاب فضل علينا، أنتم عندما تروننا نحن فتنة لكم وأنتم رحمة لنا. نحن فتنة لكم لأنكم عندما ترون الكمل ممكن تتساءلوا يا رب لماذا خلقتني هكذا، ممكن تقول لو أنني كنت أستطيع المشي والعدو والرسم والسماع والكتابة والنظر. فنحن قد نكون فتنة لكم لكنكم رحمة بنا، لأننا عندما نراكم نرى فضل الله علينا. الإنسان ظلوم، الإنسان كفور، لولا رأيناكم ما عرفنا نعمة البصر، لولا رأيناكم ما علمنا نعمة السمع. الآن وأنتم تعملوا حركات إيديكم أنا أفهم معنى نعمة السمع التي أكرمني به الله، أعلم جمال الموسيقى التي في لغتنا التي لن تسمعوها بينما أتكلم. أنتم نعمة لنا، لأنني عندما نرى أحدكم مقعد ويعارك في الحياة ويدفع الحياة ويتحدى في الحياة أعلم أننا نحن الضعفاء. أنتم رحمة بنا لأننا بوفائنا لكم ببرنا لكم بحبنا لكم يرفع الله مرتبتنا ويعلي قدرنا. أنتم رحمة بنا لأنكم لا يمكن أن تكونوا عصاة، نحن العصاة. أنتم بكم يحفظ الله الأرض، بكم يحفظ الله الإنسانية. لذلك كان يقال لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لما نزل الغيث. أنا أقول لولا أربع شيوخ ركع وخلق منع من الحركة